حبيبتي بيروت، أغنية نابعة من القلب، من عمق الصميم، من مشاعر، من أحاسيس لمدينة منحبها كلنا سوا، وقابت إنه تركع ودايما بتخلق من كل انكسار انتصار جديد. حبيبتي بيروت غناء السيدة مشلين خليفة، ونحن باتصال مباشر مع الأديبة والكاتبة ماري تيريز فرا والملحنة والكاتبة مارينا جحا مباشرة عبر سكايب. صباح الخير لكم. صباح النور. صباح أهلا وسهلا فيكم. الأمل لبيروت يلي إن شاء الله رح ترجع عن قريب وتنهض وترجع درة الشرق ولؤلؤة الغرب، وميزتها تكون مشرقة على كل البلاد مثل ما كانت قبل. نعم طبعا، أنا كون بالخير وصباح لبنان الحلو. ان شاء الله يا رب دائما لبنان رح يرجع احلى من ما كان. يا رب يا رب. كمان رح ترجع وطن المناره، وطن الحضاره بيروت، وصباح الاو تي في كمان. شكرا شكرا لك. ماري تيريز، حضرتك كتبتي هالاغنيه حبيبتي بيروت، شو قلتي وشو بدك تقولي وشو كنتي عم بتفكري بعد تقولي من خلال هالأغنية؟ شو الرسالة يلي بدك توصليها من خلال هالكلمات يلي ضربت فورا العمق والصميم؟ قبل كل شيء بين هلالين بدي اتشكر محطة الاو تي في، اليوم خبرتني انه رح تاخدها وتذيعها وعطول عندها، بقى بنتشكرها من الصميم. اهلا وسهلا. تاني شيء ميرسي، تاني شيء مدينة بيروت بتعز علي. أنا من زحلة طبعا، بس قضيت طفولتي ببيروت وكنت تلميذة سان فامي فرانسيز، عشت بالإحياء اللي تدمرت واللي انسحقت واللي اترمدت. عز علي كتير هالقصة، وبعدين نحن هون بحرش تابت حسينا بالعز الكبيرة وبالدمار الهائل
لأنه أغلب بيوت حرش تابي تقبعوا شبابيكم وتقبع الألمنيوم، ما إلنا عين نحكي بهالقصة قدام الفاجعة اللي صارت والكوارث اللي حلت بالشعب اللبناني، بشعب بيروت، بأهالي بيروت. يعني شو ذنبهم؟ هالليل ما كان يخلص عنهم حرب الميت يوم اللي قضيناها، يعني دمر وقت بيتنا بس ما انقهرنا قد هلا. عم بيروح شوي لسكايب عند مدام ماري تيريز. مارينا، دايما نحن بنقول هناك تكامل وتكافل وتضامن بين الأغنية كلاما ولحنا، وحضرتك عندك صولات وجولات بهذا المجال، خبرينا عن اللحن، قد ايه قصدتي يكون بهالطريقة، قد ايه قصدتي إذا صح التعبير يكون السهل الممتنع، وقد ايه فعلا عطى حقه من خلال هالأغنية الوطنية؟ فعلا ما قصدت القصيدة ريتا تمتعت بهالكلام الحلو المعبر جدا، يعني لفت لي نظري لطلع كيف أبكيك يا بيروت قطعة من قلب بيروت مسكني عاش يا بيروت، فقدي من وجع القلب وهالصرخة اللي طالعة من جرح كبير كتبتها الأديبة ماري تيريز فرا اللي بوجه لها تحية كبيرة، وطبعا بصوت السيدة مشني خليفة أسطورية الصوت. فلما لمست هالكلمة حسيت فعلا بالوجع وبالألم، يعني احنا بهالفاجعة الكبيرة اللي حلت ببيروت بأربع آب، تأثرت وكتبتها ولحنتها بأحساس كتير كبير نابع من الصميم. فعلا أثرني الكلام، وبكل مقطع لمست قدي كتبتها بجرح كبير، وعم تنتقل من فكره لفكره، يعني بنرجع في تساؤل كيف لماذا جرحوكي؟ لماذا شوهوكي؟ لماذا دمروكي؟ وبنرجع بننتقل يا عروسه البحر انت، يا لؤلؤه الشرق انت، يا حلم الخيال، يا روعه الجمال بيروت. وبالاخر كمان ما بدنا نبكي بيروت، نحن كيف بدنا نبكي بيروت؟ كيف أبكيك يا بيروت؟ لا، لن أبكيك بعد اليوم مستحيلة، لأن يوم القيامة آت آت يا بيروت. ففعلا اللحن انسكب على كل قصيدة، يعني المطلع المبكي المحزن يلي يعني كيف بدي أبكي وهي قطعة من قلبي، وهل التساؤل انه كيف دمروها، ما عم نتخيل، يعني مستحيل انه تتدمر بهالشكل ويصير ببيروت هيك. فانسكب اللحن صدقيني من اول ما قريته حسيت بنفس اللحظه طلع اللحن، وطبعا طلع من جرح كبير ومن الم لبيروت، فتلون اللحن بكل جمال وبين الحزن وبين الامل، فنبت ولد هاللحن طبعا لهالقصيده الرائعه جدا. نعم مارينا، يعني حضرتك من عائله فنيه، وكل حدا متمرس بهذا المجال ان كان من خلال الكلمه او من خلال اللحن بيقدر يستقي هاللحن ويطلع هاللحن مسكوب على الكلام. كيف لكان اذا كان لحن وطني؟ كيف لكان اذا كان هالكلام وطني وهيك يعني بيلامس المشاعر؟ شو يلي بيميز هذا اللحن عن سواه برايك؟ الكلمة طبعا بتحركني، ومثل ما قلتي وتفضلت حكيتي انه اذا كان عم نكتب للوطن وعم نلحن للوطن اكيد بده يكون بده تكون الشكل واللحن بده يكون اجمل واجمل، لا عم نكتب عن وطن الحضن الدافي، نحن وطن بلا هوية، الإنسان بلا وطن وما بيسوى شيء بهالدنيا، فأكيد بده يكون الكلمة بالبداية هي اللي بتخلق اللحن، إذا ما في كلمة ما رح يكون هالحن مثقل بالنوعية هيدي. نعم، من الملاحظ أنه السيدة مشنين خليفة هي من أدت هالأغنية بصوتها الرائع الجهوري، خبريني عن حيثيات هذا الموضوع، عن كيف طلعت الفكرة، كيف هيك بلورتوها سوا أنت ومدام ماري تيريز فرا، بنوجه لها تحية، صار عندها عطل تقني بطلت معنا، كيف تقدمتوها للست مشلين خليفة، خبريني عن مجريات الأمور لصارت الأغنية كاملة مثل ما شفناها هلا.
طبعا هلا انهار الفاجعه الكبيره اللي حلت على الكره الارضيه، فشو حال على لبنان؟ طبعا هالصرخه وهالزلزال الكبير، فصار في اتصال، وبالصدفه صدفه نتواصل انا وماري تريس فرا، عم بتقول لي مارينا اسمعي لي هالقصيده. لما سمعتني اياها قلت لها الله شو هالقصيده الحلوه وشو هالكلام الحلو. وبنفس الوقت دايما انا وكمان السيده مشلين يلي كمان بوجه لها تحيه كبيره، ومشلين بتكون بنت عمتي، أها وفعلا كمان بدي اقول انه كمان مشلين ساكنه بالجميزه وكمان تدمر بيتها، وكانت من الم كبير عم بتغني هالاغنيه من صرخه ومن وجع، وكان دايما كمان على اتصال وكنت عم بتطمن عنها. فقلت لها مشلين اسمعي هالقصيدة الحلوة، بدي سمعك هالقصيدة وهاللحن. مجرد ما سمعتها قالت لي مارينا الله، صارت تبكي يعني تأثرت اف فعلا، يعني تأثر قد ايه هلا هلا يعني. قالت لي واكثر شيء أثرها بالمطلع يا مسكني وعشقي يا بيروت. ف يعني دغري كانت ثواني، ودغري فعلا كانت بحس هال لان مثل ما قلتي وذكرتي انه نابعه من كلنا، من سواء كان القلب. الكاتب ولا كان اللحن ولا كان الصوت او التوزيع الموسيقي يلي كمان وزع المايسترو جورج جوزي كمان، فعمل كامل ومتكامل، وتلونت من خلال كمان الفيديو لشرب الالغام كمان جهه. نعم مارينا، طلعت برأيك بس هالقصيده الواحد يعيش تحفه الحالة؟ فعلا، تحفه فنيه. نعم أكيد، بس الواحد يعيش الحالة. يعني حضرتك عم بتقولي المطربة مشلين خليفة كانت عم تبكي هي وعم تغنيها، أنت بس سمعتي الكلام من مدام ماري تراز، قلتي هيدا هو الكلام. كلنا عانينا بهذا الانفجار، كلنا إذا ما أصبنا جسديا أصبنا نفسيا، فبرأيك يلي عيش حالة المعاناة تطلع منه الأغنية أجمل، بيقدر يعطي مصطلحات فكرية شعرية أجمل، بيقدر يعطي لحن منسجم أكثر، مشلين ألو، كمطربة بتقدر تعطي أكثر؟ اللي بدي أقوله طبعا لما بيكون شيء محسوس وملموس، نحن عم نتألم مع بيروت وعم عم 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 نبكي على بيروت، الدمعة ما نشفت. نعم فأكيد بده لما أنت هيدا الشيء عم تشعري فيه بده يكون اللحن أكيد أجمل وأجمل، لأنه الشاعر أو الأديب أو كنت أشياء كثير عم بيكتب شيء محسوس. هلا عرفوني يعني على الخط. فهي طلع من ولا الملحنة ولا من مشلين، لأنه طبعا مع تراس من عن، فكان نعم. كلنا عرفوني يعني على الخط مفروض ايه شكلها مدام ماري تراس رجعت معنا على الخط. على الخط الصوت رائع، انسكب فعلا، انسكب بالصوت، حلت الأصوات بصوت. ايه نعم معكم انا على الخط. مدام ماري تراز يعني مين يعني لا شك اسطورية الصوت يعني. نعم مارينا، بدي انتقل لا مدام ماري تراز. مدام ماري تراز يعني حضرتك عندك خبرة كبيرة بهذا المجال وتتقنين فن الكلمة وسكب الكلمات، إن كان بالأبيات العادية وإن كان بكلمة مستقاة لتكون أغنية مغنية. قد ايه حطيتي من ذاتك بهيدي الاغنيه؟ قد ايه حطيتي من حضورك الذاتي بهيدي الاغنيه؟ وقد ايه حسيتي فعلا هيدي الاغنيه تنطق بما فيك؟ هيدي الأغنية طلعت مكتوبة مش بقلم الحبر، بالدم، بدم القلب اللي كان عم ينزف، نعم بدم القلب المجروح، بدم القلب اللي عم يبكي على مدينته بيروت، أكيد على الذكريات، على الماضي، على التراث، على القيم اللي كانت تتغنى فيها بيروت. من هيك طلعت الصرخة، ومن صميم القلب طلعت نعم وتدونت على الورق وتدونت بدموع، ومثل ما سبق وقلت لي بالدم كمان، لأنه الشاعر إذا ما شعر بصميمه شي يحركه
ما ممكن يطلع منه الكلمة. 100%. مدام ماري تيريز فرق، الأديبة والكاتبة، ماري نجاحة الملحنة والكاتبة، شكر كتير لألكن اليوم أنه كنتوا معنا عبر شاشة الأو تي في. تحية كتير كبيرة لألكن على أغنية حبيبتي بيروت، وما بدنا ننسى السيدة مشلين خليفي يلي أعطت هيدي الأغنية بكل جوارحها وبها الصوت الجميل جدا. أصدقائنا المشاهدين، نحن نروح لبريك ونتابع.